السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ذا هانتر. فيديو جديد جدا، فيديو هيخليك تفكر قبل ما تشتري البروسيسور بتاعك، هيخليك انت اللي تحدد وتقول انا اخد البروسيسور ده ولا البروسيسور ده. طيب بناء على ايه هتحدد اختياراتك؟ ولازم تبدا ازاي؟ اول حاجه لازم تعملها تقول انت محتاج الجهاز ده في ايه. هل انت محتاجه للالعاب؟ هل انت محتاجه للجرافيك ديزاين؟ هل انت محتاجه للاثنين؟ طبعا في جميع الاحوال لازم تكون احتياجاتك دي جاهزة. بمجرد ما جهزت احتياجاتك بندخل بقى الموضوع الحلقة بتاعتنا اللي هيخليك بعد ما تحدد الاحتياجات دي تقول انا هاخد البروسيسور ده. طيب في البداية كده الاسطورة، ايه الاسطورة دي؟ الاسطورة بتقول ان الانتل لجماعة الجيمرز والرايزن لجماعة الجرافيكس. يا ترى الانتل والرايزن لسه نايمين على ودانهم لغاية اللحظة دي ومش عارفين المعلومة دي؟ مش قادرين للدرجات دي يطوروا من المنتجات بتاعتهم بحيث ان هم يقدروا ينافسوا ويدخلوا المجال التاني اللي هم مش قادرين عليه؟ طبعا الرايزن عايزة تدخل مجال الجيمينج والانتل عايزة تدخل مكان الجرافيك ديزاينر. طيب ازاي الكلام ده؟ طب ما في ناس عندها انتل وبيعملوا جرافيك ديزاين، وفي ناس عندها رايزن وبيلعبوا جيمينج، والدنيا ماشية جميلة جدا وما فيهاش اي مشاكل. ده بسبب ان الناس دي عملت اللي انا هقوله النهاردة. طيب خلونا بقى ندخل على النقطة التانية وهي البروسيسور وازاي بيشتغل. طبعا البروسيسور بشكل بسيط جدا هو الدماغ، الدماغ بتاعة الجهاز بتاعك. فطبعا انت اللي في ايدك يتختار الدماغ الصح يا الدماغ الغلط للجهاز بتاعك. طيب خلينا نقول ازاي اختار الدماغ. اول حاجة الدماغ دي هي بتبقى مسؤولة عن تحليل كل البيانات اللي بتتعمل على الجهاز بتاعك من خلالك انت. يعني ايه؟ حضرتك قمت قاعد فاتح الوورد، بعديها بشوية قمت فاتح الاكسل والوورد لسه مفتوح، بعدين قلت افتح الباوربوينت، هتسكت؟ لا، قمت مديله فتحت الفوتوشوب. طب بعد ما فتحت الفوتوشوب قمت فاتح جيم قلت العب. طيب كده مجمل الاوامر اللي انت فتحتها على الجهاز بتاعتك دي. خلونا كده ندي مثال بسيط. لو عندك بروسيسور بنواة واحدة، وهنا هنبدأ نتكلم على النواة. النواة الواحدة دي هتقدر على كل اللي انت عملته ده؟ يعني انت فتحت كل ده، هل نواة واحدة هتقدر عليها؟ طبعا لا. طيب اتنين؟ مستحيل. طيب تلاتة؟ هتحاول. طيب اربعة؟ يعني ممكن تلاقي تحسن كويس جدا في اداء الجهاز بتاعك. طب ده معناه ايه؟ معناه ان كل ما زاد عدد الكور او النواة بتاع البروسيسور بتاعك او المعالج بتاعك زاد اداء الجهاز بشكل ملحوظ، وده لان كل نواة بتقدر على امرين في نفس الوقت. يعني كل نواة من البروسيسور او من المعالج بتاعك بتقدر على امرين في نفس الوقت. كده انت فهمت ان النواة عامل اساسي جدا في البروسيسور في اختيارك الجاي للجهاز بتاعك. ان كل ما زادت عدد النواة او الكورز بتاعة البروسيسور كل ما زاد اداء الجهاز. خلاص كده تنزل تشتري؟ لا، استنى شوية. في عامل تاني مهم جدا لازم تاخده في عين الاعتبار مع النواة اللي موجودة في كل بروسيسور، وهي عامل سرعة دوران الساعة او الكلوك سبيد. طبعا انت اول ما بتروح تشتري اي بروسيسور بتلاقي مكتوب عندك انه بيبدأ بوست كلوك برقم، وبعدين عندك الماكسيمم بوست بتاعه بيكون رقم تاني، والرقم ده عادة بيكون بالجيجا هيرتز. طيب ايه الفرق في البوست كلوك ده؟ وايه فايدة الكلوك دي اصلا؟ بتعمل ايه؟ يعني ايه الكلوك دي؟ يعني انا دلوقتي بقى عندي النواة بتاخد الاوامر اللي انا بدخلها من الجهاز بتاعي وتبدأ تعالجها وتطلعها لي قدامي في الشاشة، واتفقنا ان كل ما كان عندي عدد نواة كتير كل ما كان اداء الجهاز بتاعي احسن. طيب ايه بقى الساعة او الكلوك سبيد دي؟ الكلوك سبيد دي هي سرعة كل نواة في انجاز المعاملة دي. يعني ما هو ممكن يكون عندك كور i5، بس الكور i5 مثلا يكون فيه عندك 6 نواة. طيب هل الست انوية دول زي 6 انوية موجودين في بروسيسور من الكور i7 مثلا؟ اكيد لا، لان الكور i7 بيعتبر احدث من الكور i5. طب ايه الاحدث فيه؟ البوست كلوك، السرعة الاستجابة وسرعة تحليل البيانات اللي داخلة لكل نواة من الانوية. ده معناه ان العامل التاني اللي تشوفه برضه وانت بتشتري البروسيسور بتاعك مع عدد الكور اللي انت محتاجه هو سرعة دوران الساعة او سرعة تحليل البيانات الخاصة بكل بروسيسور.
طبعا زي ما قلنا بيجي كل بروسيسور فيه الكلوك الاساسيه او السرعه الاساسيه، وفي سرعه تانية اللي هو اقصى سرعه ممكن يوصل لها البروسيسور بتاعك، وده طبعا بيدخل في مرحله تانية وهي بنسميها الاوفر كلوكينج او البوتل نيك بتاع السي بي يو. وطبعا دي ممكن نعملها في حلقه تانية، لانها طبعا دلوقتي في الحلقه بتاعتنا ممكن تبقى دوشه زياده عليك. احنا بنحاول دلوقتي ندخلك في تفاصيل تقدر من خلالها تقول بعد ما تقفل الفيديو تفتح تدور على البروسيسور المناسب لاحتياجاتك. دلوقتي انا راجل جيمر، اخد 6 ولا اخد 4 ولا اخد 10 نواة بروسيسور؟ طبعا هنا بقى الفكرة كلها، انت كجيمر مش محتاج عدد كبير من الكورز او من النواة، يعني ممكن 4 او 6 يكفيك للجيمز بتاعتك. طيب في بعض الجيمز دلوقتي بتعتمد على عدد انوية زيادة، زي فورزا مثلا بتحب انك تاخد عدد، وكول اوف ديوتي كمان بتبقى عايزة تاخد من كل نواة اوامر، يعني تدي امر لكل نواة بحيث انها تعالج بياناتها وتطلع لك بالشكل اللي انت شايفه. طيب انا راجل جرافيك ديزاينر وبعمل جرافيكس كتير وما بلعبش جيمز، هنا برضو اهم حاجة بقى في الجرافيك ديزاينر اصلا بتعتمد على عامل الانوية الكتير، يعني كل ما زادت عدد النواة بتاعت البروسيسور بتاعتك كل ما كان الموضوع اسهل جدا وانت قاعد تشتغل جرافيك ديزاين على الجهاز بتاعك. خلونا نقول انا هنا راجل بحب الجيمز وبحب الجرافيك ديزاين، ايه الحل؟ هنا ما عندكش الا حل واحد، انك تاخد عدد انوية كتير ويكون معاها كلوك سبيد عالي او سرعة معالجة بيانات عالية جدا علشان تقدر تستحمل كل اللود اللي انت هتديه للجهاز بتاعك. وزي ما قلت الرايزن موجود والانتل موجود والاثنين فيهم انوية والاثنين بيعملوا نفس التفاصيل، ولكن الفرق هيكون عندك هو حاجة واحدة بس وهي الكلوك سبيد. طبعا في فوارق كتير جدا بعيدا عن البروسيسور كبروسيسور، زي طبعا السعر وزي طبعا المروحة اللي ممكن تكون بتيجي كأوبشن مع الرايزن، وطبعا كمان الأوفر كلوكينج اللي موجود في أوبشنز في الانتل ومش موجود في أوبشنز تانية من نفس البرودكت، واللي متاح في الرايزن في كل البروسيسورز بتاعتها. أدور وأبدأ منين؟ طبعا هنا بنرشح لك ويب سايت بتدخل عليه، الويب سايت ده بيعمل لك بنش مارك انك تقدر تحدد انهي انسب ليك، انتل ولا رايزن، انهي انسب ليك الانتل ولا رايزن من حيث عدد الانوية ومن حيث الكلوك سبيد. وهنا انا هوريكم مثال من خلال الويب سايت ده، وانا بكتب لكم الرابط عندي موجود في الديسكريبشن. الويب سايت ده زي ما احنا شايفين انا برضو اخترت المثال اللي احنا عرضناه في الفيديو الخاص بالكور i5-10600 والرايزن 3600X، ووضح لنا هنا طبعا ان الكور i5 بيكسب او بيتفوق على الرايزن 3600X اللي من نفس الفئة بتاعته اللي موجود فيه 6 انوية وفيها 12 مسار، وال 12 مسار دول هو عدد الاوامر اللي انت بتدخلها على الجهاز بتاعك، لان كل كور بتقدر تستحمل زي ما قلنا 2 مسار فقط او امرين فقط. بس هنا بنلاقي ان في 10% تفوق على الرايزن 3600X، فهنا برضو ده عامل تاني انك تدخل تعمل بنش مارك انك تشوف حتى لو كانوا بيتساووا في عدد الانوية ايه الانسب ليك حاليا في انك تستخدمه في البلد بتاعك. انا هحط اكسل شيت عندي في الديسكريبشن ممكن تحمله، موجود فيه جميع تفاصيل البروسيسورز بعدد الانوية بتاعتها وعدد المسارات او الاوامر اللي ممكن تديها لكل نواة. وطبعا في عامل تاني وده مهم كمان لبعض الناس، وهو عامل الباور كونسومشنز او الطاقة اللي بيستنفذها كل بروسيسور اثناء عمليات التحليل، وده طبعا لان الرايزن هنا بتتفوق على الانتل في موضوع الباور كونسومشن ده بالذات، انها بتكون اخف استهلاكا للطاقة من الانتل. اتمنى تاني يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاعجاب واللايك والسبسكرايب لكل جديد، وانك تفعل الجرس. شكرا ليكم جدا واشوفكم في فيديو تاني.